The Quest أبطال التحدي وصلنا لنهاية الحلقة وبكل أمانة فيها مفاجآت كثيرة لكن بداية لابد أن نقول الحمد لله على السلامة لنبيل الله يسلم كيف أوضاع الرجل؟ الحمد لله منيحة أكيد؟ أكيد شو اللي صار بالضبط؟ والله وقت بالحصان فيت على المزرعة وركض وفلت من إيده وأنا بالحصان وليش أورا. بدر ما ركب على الخيل بدالك؟ لأنه هو خاف عني فقلنا الموضوع بيكون أسهل هو يعني. عموما لابد أن نوضح بعض الأمور في حال عدم تمكنك من الاستمرار في المسابقة كنت راح تكلف الفريق كامل بالانسحاب إصرارك على البقاء أنقذ بدر معاك وأنتم مستمرين أول ما رجعت كلهم كانوا مبسوطين إنه جيت عم يسلموا علي وعم يطمنوا علي بس مصلحتهم نحن إنه نترك البرنامج فريق جاك هن الفريق الوحيد اللي بينافس فريق تشالنجرز أحمد ورشاد فإصابته ممكن تكون كتير بوزيتيف لأنه بالتشالنجرز طبعا أنتم كنتوا أول الواصلين في الترتيب الأول لما وصلت الفرق عن خط النهاية ولكن طبعا هذه المرة كان فيه مخالفات وكان أيضا فيه إجابات خاطئة فاللي ما جاوب على الغاز أو الأسئلة اللي طبعا حصلتوا عليها في البداية وما استطعتوا أنكم تجاوبون عليها بالطريقة الصحيحة وبالإجابة الصحيحة كلفكم كثيرا ولذلك هناك ترتيب جديد لجميع الفرق كل حلقة بتنتهي بطريقة شيء بوقف شعر الراس يعني اللي أول بيصير بالآخر واللي بالآخر بيصير بالأول مش عم نتوقع بقى شيء يعني كل شيء جاهز في مفاجأة حتصير فعلا نحن موترين كتير بالنسبة للنتيجة النهائية لأنه الضياع اللي كنا فيه الحلقة الضياع اللي كنا فيها والسترس اللي صار معنا مخوفتنا كتير ثاني الفرق الواصلة كان فريق The Warriors وكان وصول جدا جميل ولكن الإجابات ما أسعفتكم أنكم تكونون في المركز الأول ولكن هناك فريق آخر وهو فريق The Challengers اللي يبهرنا من جديد اللي استطاع أن يصل ويحصل على المركز الأول في هذه الحلقة ألف مبروك عليكم طبعاً لابد أن نوضح بعض الأمور هنا أن الإجابات هي اللي خلصتكم وخذتكم من المركز السادس إلى المركز الأول ما كنت نتوقع أن نحن نكون الأول بالترتيب جينا السادس بس نحن الأول هي عجوبة اليوم يعني عن جد طبعاً هذا يعني أن الآن عندكم نقطة ذهبية من جديد وهي النقطة الأولى في حال طبعاً فوزكم في الحلقة القادمة راح تحصلون على مفاجأة تنتظركم في الحلقة اللي تلي ذلك أما بالنسبة للفرق اللي أصبحت في دائرة الخطر أقولها بكل أمانة حتى أنا كثير متفاجئ من النتيجة لأن أصبحت هناك تغييرات كثيرة لكن طبعاً في النهاية نعرف بأن هناك فريق واحد لابد أن يغادرنا فريق فيجيلانتس وفريق أس أنتم في دائرة الخطر أنا حاسس إن إحنا ما عملناش مخالفات كثيرة وفي غيرنا عملوا مخالفات أكتر فممكن مش إحنا الفريق المغادر وممكن إن إحنا نفضل باقيين في البرنامج الصراحة أنا حاسة بالذنب لأنه إذا طلعنا أنا وفراس هو من وراء خوفي من الحصان أنتم بوصولكم كنتم في دائرة الخطر أساساً الثامن والتاسع ولكن أيضاً بعد احتساب الأجوبة بقيتم في دائرة الخطر وقد يكون هناك بعض التغييرات ولكن مين يا ترى اللي راح يغادرنا في هذه الحلقة فريق فيجيلانتس انتوا ارتكبتوا ثلاثة أخطاء كلفكم 12 دقيقة فريق أس انتوا أبناء العين بكل جهود انكم عارفين هذه الواحة احنا في العادة من أول الفرق اللي بتوصل لخط النهاية بس لأنه المنافسة اشتدت وكله بدأ يهمه مصلحته بس فما عادش حد يساعد حد وبالتالي النهاردة حصل معانا كم ظرف أنه تعطلنا شوية ووصلنا لخط النهاية كآخر الناس أنتوا ارتكبتوا مخالفة واحدة فقط بص هل ممكن أن يكون هذا الشيء اللي خلصكم؟ خلص شكلنا طلعنا مع أنه يعني اليوم تعاوننا كثير مع بعض يمكن لأول مرة بنتعاون بهاي الطريقة أي. لكن طبعا نحن في النهاية لابد أن يغادرنا فريق واحد والحكم في هذا الأمر كانت هي الإجابات الصحيحة فريق فيجيلانتس حصلت على إجابات أكثر وبذلك فريق أس هو اللي غادرنا في هذه الحلقة المبروك لفيجيلانتس في للبقاء في هذه الحلقة وطبعا هارد لك لفريق أس
توقعناها. نحن عم نكمل التراجع تبعولنا، كانوا العالم الوحيدين اللي بالاخر فريق يعني فريق قوس روحوا يرجعوا يعيدوا مرتين، ما خلصوا كل المهام بالوقت اللي البقوة كانوا عم بيخلصوا. فريق قوس توفيق. توفيق روحكم الطيبة والتعاون اللي بينكم، نتمنى أن يستمر إن شاء الله حتى ما بعد هذه المسابقة، نتمنى لكم كل التوفيق. ولكن طبعا لابد الآن أن الصندوق اللي معاكم تعطونا لأحد الفرق اللي موجودة هني، تقررون تعطونا لمن؟ احنا بصراحة كان نفسنا نديه لكل الناس، وكل الناس اللي باقية بصراحة احنا بقينا كلنا أصحاب وحبايبنا، بس احنا قررنا ندي الصندوق لفريق جاكت نبيل وبل. هما تعبانين جدا وعاملين مجهود خرافي، ونبيل رجله حتى كانت ممكن توقفه عن الاستمرار، بس الشباب قرروا ان هما يكملوا، فاحنا حبينا نساعدهم على طريقهم. واي هوب everybody wins. صراحة ما كنا متوقعين هالشي، يعني كنا بالمرة يعني اجت كسربرايز لنا، فكتير انبسطنا ويعني شكرناهم كل شيء. The Quest أبطال التحدي اليوم طبعا غادرنا فريق، وهذا طبعا رح يكون تحدي لكم في الحلقات القادمة، تحتاجوا إلى التركيز، التعاون، وأكيد إلى الطاقة الجسدية والذهنية. ارتاحوا اليوم، تنتظركم حلقات قادمة مليئة بالإثارة والتشويق والتحديات. The Quest أبطال التحدي.